عمي قطعة واحدة رحم الله والديك، هذا مشروع القطعة، هذا مشروع القطعة. أي واحد يطلع من السوق ويتسوق يذب لنا راس بصل، راس طماطم، قوطية، معجون، حتى لو تسوق أقلام تحط لنا قلم، دفاتر تجيب لنا دفتر. بهذا الصوت يبدأ هادي يومه في مخاطبة أهالي قضاء عفك لحثهم على التبرع بحبة واحدة من الفواكه والخضر لجمعها في الصناديق في خطوة تهدف إلى التكافل الاجتماعي ضمن مشروع صندوق الرحمة، ليتم جمعها في نهاية اليوم وتوزيعها على الفقراء والأيتام. هذا مشروعي، مشروع صندوق الرحمة، يعني مشروع القطعة الوحدة. قطعة واحدة ما تأثر عليك، ما تضخد لا الزنقين ولا الفقير. من يطلع من السوق يتسوق ويكمل يذب له قطعة بوتيتة، طماطة، راس باذنجان، هاي من هذا المغرب تجمع، يعني تجمع لها فد 200 عائلة، 150 عائلة، نوزعها للفقراء. اللي يجينا هنا نعطي، واللي ما يجينا عندنا سيارات وسنفورات، واخواننا هواي تبرعوا هسه بالسنفورات، نوزعهن بالليل الى العوائل. أهالي القضاء بدورهم أبدوا تفاعلهم الكبير مع المشروع من خلال مشاركتهم ودعمه بكافة المواد الغذائية والخضروات، معتبرينها خطوة بالاتجاه الصحيح. بالنسبة لهذا المشروع، من شافته قضاء عفك كلها الناس جت تجمعت هبت عليه، قامت تسوق، تجي تطي من مسواكه الذب الصناديق هاي، والولد يوزعونه، أبو المخضر قام من يعزل يجيب مواد، أبو المواد الغذائية، أبو السمك، أبو الدجاج، كل القصاصيب، أهل المطاعم، كلها قام تدعم هذا المشروع، وكلها هبت الناس. اتفقنا بيناتنا أهل المخضر ندعم هذه، شكل مخضر عندنا يومية يزود بالليل يوزع على الفقراء والمساكين والأيتام، فمبادرة كلش حلوة هاي، كلها احنا اتفقنا عليها. أهل المخضر بالسوق مال عفج كل احنا يوميا نلم المخضر بالليل زايد نطيل هادي يوزع على الفقراء والمساكين. مشاريع خيرية علها تسهم بشيء بسيط في مساعدة المحتاجين من العائلات الفقيرة التي غابت عنها أعين المسؤولين. سعد الصباغ، قناة الرشيد، الديوان.